أنا سميتي زهراء ملوك. حرست هاد المهنة السبب قيد ديال المقاطعة، هو اللي قال لي كندير حسن القدرة، هو السبب ديالي. قال لي عطاني الظلمة، عطاني الكروسة، عطاني المواعن، قال لي غتمشي طريق مديونة، غادي تبيع ديك الساعة كان طريق مديونة، كان شي محل السادس، قال لي غتمشي طريق مديونة، غادي تبيعي البصارة، الحريرة، اللي درت. قلت لي شوف اسعد القيد اجرو عليا، قال لي اللي جا اجر عليك نعطيك انا المواعن. تجي القوة المساعدة كد ما كيدوش معايا. بقيت هي هذيك بقيت كنبيع. دابا من 71 دابا 40 عام هادي كنبيع في هاد المهنة. الحمد لله. نحنت معايا الوالدة صيفطت الحج. حجيت أنا. دات أمي حيلي. اللهم لك الحمد. الحمد لله والشكر لله. كبرت وليداتي عندي خمسة. خلاهم لي راجل كلشي باقي صغار. كلشي دراري صغار. هم صغار كبرتهم جوجو ولدو دابا خدامة على دري ما خدامش وعندو خمسة الوليدات ما قدرش نتخلى عليه واللي بركني انا هنا كاع توسخ بالحبس توسخ بالحبس هي هذيك اللي دابا خدامة عليه اللي هو عنده ثلاثة الولاد والمرا وهو حنا خمسة نفوس ستة نفوس في الدار انا اللي خدامة عليهم نخلص الماء نخلص الضوء نسير نكسي الوليدات نصبط الوليدات نقريهم الدري دابا قريب يطلع لذاك قريب يطلع للبر كلشي مكبره معيلان اقبال ديالها في الشتا وبرد الشتا والصهر وعندي كليان كيعرفوني قديمة واخا كيف كيف ما كونوا كيجي ويطلعوا عندي يجيو عندي يحكوا معايا كنستقبلهم دايرني بحال الوالدة يقول كلا ما شربنيش عندك انت بحال ما درنا والو كيجيو عندي الناس بحال وجه وليداتي كيجيو عندي الناس كيشربوا عندي البصره كيضحكوا معايا يدوروا معايا وكلشي بحال هاسم اللهم لك الحمد الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله.